السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد التونسي تأتيكم من قناة المغاربية في لندن. طغى غموض المواقف السياسية والدبلوماسية المتناقضة الصادرة عن عدد من الرسميين التونسيين على المشهد في الداخل والخارج، فبعد الأزمة التي سببها تصريح وزير الخارجية الطيب البكوش فيما يتعلق بالموقف من الضربة المصرية لليبيا في شهر فبراير الماضي، يأتي تصريح آخر يتعلق بموقف البكوش من إعادة العلاقات مع النظام السوري، وكذلك الموقف من تركيا الحليف التقليدي لتونس منذ 60 عاما تقريبا. نقاط استفهام كثيرة حول مهنية الرجل ومواقفه التي وصفت بالإيديولوجية، وما يتعلق بالارتجال في الدبلوماسية التونسية والإضرار بمصالح تونس من خلال المواقف غير المدروسة. هذه المواضيع والأسئلة سنطرحها اليوم في جزئنا الأول في المشهد التونسي، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. الدبلوماسية التونسية الآن غموض وتناقضات تخيم على الدبلوماسية التونسية منذ تسلم الوزير الجديد والقيادة في حزب نداء تونس الطيب البكوش مهامه على رأس وزارة الخارجية التونسية، وزادت تصريحات دعم الضربة الجوية المصرية في ليبيا والتي ذهب ضحيتها أم وأطفالها والمتعلقة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في تشنج المواطن التونسي بل المواطن العربي أيضا، والذي رأى فيها تمردا من القيادة التونسية على قرارات القادة العرب في قمامهم الماضية، بل خروجنا عن الإجماع العربي خاصة في قضية كانت أهم أسباب المضي فيها الدوافع الإنسانية بالدرجة الأولى. قضية أيضا مصلحة التونسيين هناك، توجد جالية تونسية تضررت كثيرا، عائلات تونسية، زيجات من البلدين، فهناك مصالح إذا لا يمكن القيام بها بدون أن يكون لنا تمثيل. رعاية مصالح الجالية التونسية في سوريا والمقدرة ب6000 لم تكن تبريرا مقنعا للكثيرين الذين اعتبروا سعي الدبلوماسية التونسية محاولة للتطبيع مع نظام قاتل لشعبه خارج عن الشرعية الدولية وعن مقرات القمم العربية. وإلا لماذا الحرص على ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في العاصمة دمشق، بينما سبق لحكومة المهدي جمعة أن فتحت مكتب تواصل إداري في السفارة التونسية في دمشق مهمته متابعة مشاغل الجالية التونسية؟ السعي وراء إعادة العلاقة مع نظام البراميل المتفجرة يظهر الدبلوماسية التونسية وكأنها تخلت عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أسست عليها حكومة الترويكا قرارها في قطع العلاقة مع سوريا. لم يكن الموقف من ليبيا والنظام السوري السقطة الوحيدة في المسيرة القصيرة للدبلوماسية التونسية، بل كان أكثرها إثارة للجدل هو الموقف من تركيا، حيث فجرت تصريحات وزير خارجية تونس عن تركيا أزمة حادة بين البلدين، إذ اتهم البكوش تركيا بتسهيل عبور الإرهابيين التونسيين عبر أراضيها نحو سوريا، ثم تسهيل عودتهم من جديد إلى مواطنهم، ثم الضلوع في عمليات إرهابية شنت في تونس. وقد احتجت الخارجية التركية رسميا على تلك التصريحات، واستدعت السفير التونسي لديها مطالبة الجانب التونسي بالاعتذار. يسجل لتركيا موقفها الجاد ومنذ البداية مع تونس، إذ قدمت مساعدات كبيرة لمكافحة الإرهاب إضافة لمساعدات متنوعة أخرى، فهل تؤدي هذه الهنات والزلات إلى إقناع الساسة الجدد في تونس بضرورة الانتقال من الارتجال إلى المهنية سياسيا ودبلوماسيا؟ إذن مشاهدينا الكرام، نعود لطرح هذا الموضوع فيما يتعلق بالدبلوماسية، متمثلة أساسا في الشخص الممثل لها وزير الخارجية السيد الطيب البكوش، الذي تعالت حتى أصوات كثيرة قريبة من الحكومة نفسها تعالت بالدعوة لإقالته من هذا المنصب، حيث سبب أضرارا للوجه الخارجي، العلاقات الخارجية التونسية لم يعد الآن من السهل تداركها، خاصة في مواقف كثيرة متعلقة بليبيا أو حتى متعلقة بتركيا. نحاول أن نقف عند هذا الموضوع اليوم، ومعي عبر خدمة سكايب من جنيف المستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق الدكتور منصف المرزوقي الأستاذ أنور الغربي. أستاذ أنور، مرحبا بك.
أنت طبعا كنت تشتغل في كمستشار للرئيس السابق وأساسا متخصص في العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية، فموضوعك هو هذه الدبلوماسية التونسية. ما الفرق باختصار شديد وبكل موضوعية ومهنية صح التعبير بين ما كانت عليه الدبلوماسية التونسية في 3 سنوات التي مضت بعد الثورة وما عليه الدبلوماسية التونسية اليوم منذ تولي السيد طيب البكوش هذه المهمة؟ يعني. نعم، تحية لك ولمشاهدي المغاربية الكرام وشكرا على الدعوة. طبعا قبل الحديث عن الفوارق ربما لابد من أن نذكر ما هي الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية وخاصة في بلد مثل تونس، بلد يعني بعد الثورة. نحن كنا دائما نقول في فترة حكم الترويكا أن الأهداف الرئيسية لخارجيتنا هي أن تعمل على استقطاب الاستثمارات سواء كانت خاصة الخارجية منها وتعزيز النفاذ المنتوجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وخاصة الدخول إلى أسواق جديدة. هذه أول هدف للدبلوماسية. الهدف الثاني هو التعريف بالخيارات والمكاسب الوطنية سواء كان على المستوى الإقليمي ولا الدولي، وإشاعة القيم الكونية وخاصة القيم اللي قامت عليها الثورة التونسية ونصرة قضايا الحق والعدل وخدمة السلم والأمن، وكذلك نشر ثقافة التسامح والحوار سواء بين وهذا يتم بين الحوار بين عبر الحوار ومع الحضارات المختلفة والثقافات المختلفة والأديان المختلفة، والعمل خاصة على تحسين تصنيف بلادنا الاقتصادي من قبل المؤسسات الدولية والمالية. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الأهداف الرئيسية للدبلوماسية دبلوماسيتنا ما بعد الثورة، نرى أن هناك فوارق كبيرة بين أداء الحكومة حكومة الترويكا سواء حكومة الترويكا الأولى أو الثانية. واضح. أو حتى طيب. أستاذ أنور، هذا الفرق في الأداء، الكل يعرف أن الترويكا لم تكن لها من الخبرة ما يكفيها. لا أدري هل أن الأستاذ يسمعني أستاذ أنور أم لا. أستاذ أنور هل تسمعني؟ يبدو أنه لا يصله الصوت. كل البعد حقيقة عن ما كان منتظرا منها. نحن يعني مرينا بصعوبات الفترة الأخيرة كانت أن تؤدي بنا إلى مشاكل كبيرة مع ليبيا، مع الجزائر، مع قطر، مع تركيا، مع حتى مع الاتحاد الأوروبي عبر التصريحات ربما نرجع إليها. طيب أستاذ أنور خليك معي، سأعود إليك لو سمحت. أستاذ أنور سأعود إليك لو سمحت، وأرحب الآن بانضمام الدبلوماسي التونسي السابق الأستاذ أحمد دونيس. مرحبا بك أستاذ أحمد. فيما يتعلق وبالتحديد بتصريحات السيد طيب البكوش الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالموقف من إعادة العلاقة مع سوريا أو ربما الموقف الأخير من تركيا، هل بتقديرك هذه التصريحات فعلا أثرت على العلاقة التركية التونسية بالأساس؟ ما سمعت السؤال بصفة صافية. ارفع صوتك شوية. طيب أكرر السؤال، سؤالي حول تصريحات السيد الطيب بكوش وزير الخارجية التونسي الحالي سواء فيما يتعلق بسوريا أو ما يتعلق بتركيا. أخيرا اتهم تركيا بأنها تسهل مرور الإرهابيين بين قوسين التوانسة إلى سوريا. هذه التصريحات الكثير قال أنها أثرت على العلاقة التاريخية بين تونس وبين تركيا، هل صحيح هذا؟ لا، يعني نحن بعد تلك التصريحات احتجت الحكومة التركية على تصريحات وزير الخارجية، لكن هذا ليس له تأثير عميق على تحويل السياسات. لما وقعت هذه التصريحات؟ لأن حقيقة في الأحزاب السياسية التونسية جميعها في استياء
من تصرفات الحكومة التركية مع الشباب التونسي الذي يخترق الحدود التركية ويدخل فئتين الحرب في سوريا. يعني هذا استياء عارم. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، وخاصة أستاذ أحمد، ووراء كل هذا هي العائلات التونسية المتضررة، لأن أبناها أصبحوا ضحايا عمليات فوقية. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، نعترف أنه ليس من قبيل ندوة صحفية وتشهير عمومي. نحن نعترف، يعني نقدر، وأن مهما كان هذا صحيح كان أفضل أن يكون الاحتجاج أو لفت النظر بوسائل دبلوماسية يعني تقليدية وليس على الملا. نعم. طيب إذا أستاذ أحمد، إذا كان هناك خطأ تونسي في التعامل مع هذا الموقف يعني. لأنها مركزة على وقائع. طيب أستاذ أحمد، إذا كان هناك خطأ في الدبلوماسية أو في الشخص السيد طالب بكوش في التعامل مع مثل هذه القضية، هل يعود إلى قلة المهنية والاحترافية في هذا الباب مثلا؟ لا، هذا وليد الظرف. يعني نحن استغربنا من أن الصحافة التونسية وإلى حد ما الأجنبية انقضت على هذا الأمر وجعلت منه قضية. هو ليس قضية، هو كان أفضل صحيح أن يكون معناه يعالج بالطرق الدبلوماسية العادية. طيب. لكن مهما كان فالأمر يعني لا يحتاج هذا التهول في الأحكام اللاحقة. نحن عالجنا الأمر هذا وانتهى. طيب أستاذ أحمد دونيس، فيما يتعلق كذلك بموقف نفس الشخص اللي هو السيد طيب البكوش حينما أيد الضربة المصرية في ليبيا في شهر فبراير المارس، هذا كذلك أثار ردود فعل سلبية واحتجاج حتى من حكومة طرابلس على ذلك. لا، هذا انتهى تماما، لأننا يعني بينا إلى الطرفين الليبيين أن الغاية من فتح القنصليات في الشرق وفي الغرب الليبي إنما هو خدمة في الجالية التونسية وليس له أي تأثير من حيث العملية السياسية. يعني طيب. نحن في صالح الجالية التونسية. أستاذ أحمد، الليبيين الذين لهم مصالح في تونس الأفضل أن يكون لهم قنصلي إداري قريب يستسهلون الخدمات من خلاله. طيب يا أستاذ أحمد، وإدراك كامل من القيادات الليبية جميعها دون إلا وزير الإعلام الليبي الذي كان تحمس في ذلك الوقت للقضية وجعل منها أمر، فلم يعد له أي تدخل. واضح جداً. في هذه القضية. طيب. تماماً. أشكرك أستاذ أحمد ونيس، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. دبلوماسي سابق كنت معي من تونس عبر الهاتف، وأعود للأستاذ أنور غربي يلتحق بنا عن طريق الهاتف الآن. أستاذ أنور، فيما يتعلق بتصريحات السيد طيب البكوش رئيس دبلوماسية التونسية، كيف تقومها فيما يتعلق بالموقف بالليبيا، إعادة العلاقات مع سوريا والتركيز على ذلك برغم أن هناك مكتب للعلاقات مفتوح منذ حكومة السيد مهدي جمعة، الحديث عن تركيا واتهام تركيا بتسهيل مرور وعودة ما يسميهم بالإرهابيين، كل هذه التصريحات التي تلقى جزافا البعض يصفها، هل فعلا أضرت لهذا الحد بالدبلوماسية التونسية بشكل أن صارت حديث كل الأخبار تقريبا، أم أن هذا جزء من الدبلوماسية وليس بهذا الحجم الكبير الذي صورت به هذه الأخطاء يعني؟ نعم سيدي الكريم، أنا آسف على انقطاع الاتصال
ولكن كنت أتحدث عن الأهداف، أهداف الدبلوماسية قبل انقطاع الصوت. ولكن نحن نشهد اليوم ضبابية في العلاقات الدولية، وهذه الضبابية تعتبر مقياس للتبعية وعدم وضوح. أستاذ أنور، أستاذ أنور، لما تقول ضبابية في الموقف الحالي في الحكومة الحالية، هل كان هناك وضوح في حكومة الترويكا؟ طبعا سيدي، في حكومة الترويكا لم نشهد يوما أي اختلاف بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية أنذاك. فاليوم نحن نرى أنه يتم تصريح. طيب، لكن أنت تعلم أستاذ أنور أنه سيد وزير الخارجية وقتها رفيق عبد السلام في حديث ليس يعني جديد، يعني ربما أسبوعين أو أكثر، قال أنه قطع العلاقة مع سوريا موقف اتخذه الرئيس المرزوقي ولم نكن موافقين عليه. يعني لم يكن هناك توافق بين وزير الخارجية وقتها وبين رئيس الدولة كذلك. وأنا كذلك نشرت على في نفس الموضوع، نشرت توضيح في الموضوع، أكدت أنه كلام الأستاذ الدكتور رفيق عبد السلام صحيح. السياسة الخارجية هي من صلاحية رئيس الجمهورية، وهو قال بالحرف أنه رئيس الدولة هو من اتخذ هذا القرار وهي من صلاحيته، ودور وزير الخارجية هو أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه. ولا أذكر بأنه قال لم نكن موافقين على ذلك الموقف. وحتى وإن كان وزير الخارجية غير موافق، فالسياسة الخارجية يحددها بحكم الدستور الصغير. نعم. الذي كان تدار به الأمور حينها. السياسة الخارجية من صلاحية رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، وهذا ما تم خلال طوال الفترة. لم نرى رئيس الجمهورية يخرج ليقول أنه أنا المسؤول عن السياسة الخارجية ولا أحد غيري مثل ما نرى اليوم. حتى فيما يتعلق الآن أستاذ أنور، أستاذ أنور، فيما يتعلق الآن بدور الدبلوماسية، نحن طبعا نطرح هذا الموضوع بناء على حرصنا على توضيح للمشاهد التونسي كيف تدار العملية الدبلوماسية، وكيف يمكن أن يعني أو بالأحرى ما هي أوصاف التي يجب أن يكون عليها رئيس هذه الدبلوماسية. البعض قال إن السيد طيب البكوش يتعامل مع حتى مواقفه خارج حدود تونس، ما المواقف الدولية وبحكم وجوده في هذا الموقع، يتعامل معها انطلاقا من اعتبارات إيديولوجية. هل أن هذا الكلام صحيح في شأن الرجل؟ طبعا هذا ما تأكد في الكثير من المناسبات. مرة أخرى، الهدف الرئيسي للخارجية والدبلوماسية هو استقطاب الاستثمارات للبلاد، هو التعريف بالخيارات والمكاسب في البلاد، هو نشر ثقافة التسامح والحوار، هو العمل على تحسين تصنيف البلاد. هذه هي المحاور التي لا نختلف عليها، سواء كان حتى في دبلوماسية ما قبل الثورة. يعني هناك خط ناظم للسياسة الخارجية، ولكن ما بعد الثورة. يعني أنت تعتبر أستاذ أنور أن الخط أستاذ أنور أكثر من أي أستاذ أنور الخط الناظم أستاذ أنور يعني الخط الناظم الذي ذكرته أنت للدبلوماسية التونسية، تعتبر أن السيد طيب البكوش حاليا خرج عن هذا الخط الناظم؟ يا سيدي، نحن نقول أنه اعتماد، هناك نهج من الواقعية، لابد أن تكون لنا رؤية استشرافية للمسائل. لا يعقل أنه قبل 100 يوم، قبل حتى أن تمضي 100 يوم، تكون لنا مشاكل متعددة مع ليبيا، مشكلة كبيرة مع الجزائر، مشاكل مع الاتحاد الأوروبي من خلال التصريح الذي قال فيها أنه وهو يدرك جيدا بأنه الأمر غير ممكن، وأعلن فيها أن بدأت مفاوضات ليتمكن التونسي من السفر إلى الدول الأوروبية بدون تأشيرة. مشكلة كبيرة. نعم. مع مشاكل كبيرة مع تركيا، مع قطر، وهي دول ساعدت تونس، ومن أكثر الدول التي ساعدت بلادنا. نعم. في فترة ما بعد الثورة. طيب أستاذ أنور، كيف تريد أن
كذلك تصريحات الوزير الخطيرة سواء في تونس أو خارج تونس عن شريحة واسعة من المجتمع التونسي، وكان هذا فهم منه على أنه تخوين لهذه الشريحة. طيب. والأخطر من هذا كله، والأخطر من هذا كله يا سيدي، هو لا يمكن أن تدار الدبلوماسية برأسين. لا يمكن أن يأتي رئيس وزير الخارجية ويقول نحن طيب. ننظر في إعادة العلاقات مع سوريا، ويرد عليه رئيس الجمهورية في نفس اليوم ويقول أنا من أحدد السياسة الخارجية. نعم. ولن طيب. نعيد نعيد هذه. خليك معي أستاذ أنور. أستاذ أنور خليك معي، سأعود إليك. ورحب الآن مشاهدي الكرام بانضمام الخبير في العلاقات الدولية أستاذ سمير بن عبد الله معي من تونس. أستاذ سمير مرحبا بك. يعني بعد مضي 80 يوم تقريبا، يعني وأقل أكثر بقليل أو أقل بقليل عن الحكومة الجديدة، هناك جملة من الأخطاء ترتكبها الدبلوماسية التونسية في شخص وزير الخارجية السيد الطيب البكوش. أنت كيف تقوم ما صدر عن السيد الطيب البكوش من مواقف، أكيد تفهم ما أقصد، ربما فيما يتعلق بليبيا، فيما يتعلق بسوريا، فيما يتعلق أخيرا كذلك بتركيا. هل هذه فعلا سقطات يسميها البعض كان يجب تفاديها، أم أنها مما يحدث في السياسة وفي الدبلوماسية حتى؟ السياسة مثل ما تفضلت هي فن الممكن، يعني ليس هنالك وزير أو رئيس جمهورية معصوم من الخطأ. هذه نحن بصدد تجربة جديدة في الحكم في تونس، هذه حكومة جديدة لم تمر عليها بعد 100 يوم الأولى حتى يتم تقييم أدائها وحصيلتها. نعم. الأكيد هناك يعني سقطت يعني في التصريحات الإعلامية، وقع تضخيمها وتهويلها وتحولت إلى حملة ممنهجة وحملة مشخصة ضد السيد الطيب البكوش، وهو شخصية محترمة، شخصية معروفة بنضالها النقابي ونضالها الحقوقي سابقا، وهو يعني شخصية محترمة في تونس وعلى مستوى الوطن العربي وعلى المستوى الدولي، خاصة في مجال حقوق الإنسان والحرية. السياسة الخارجية في تونس وبحكم الدستور الجديد هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، الخارجية والدفاع يعبر عنه بالفرنسية ان دومين ريزيرفي، هو مجال، هو مجال معناها خاص لرئيس الجمهورية، والذي يسطر خيارات وتوجهات السياسة الخارجية التونسية. وللتذكير فإن حزب بداية تونس الذي يتزعمه السيد البجي قائد السبسي رئيس الجمهورية، من بين الوعود الانتخابية التي رفعها إعادة العلاقة مع سوريا، هي إعادة العلاقات مع سوريا. لأن تونس الآن هي بصدد معالجة طيب. سياسة دبلوماسية خارجية كارثية. واضح جدا أستاذ سمير، الترويكا عندما تسرعت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، لأن العلاقات الدولية لا تعترف بالنظم طيب. القائمة. لكن يا أستاذ سمير، تونس البعض يقول لم تتسرع في هذا القرار على اعتبار أنها تناسقت مع الموقف العربي، مع قرار قمم عربية بقطع العلاقة مع نظام يقتل شعبه من أجل الضغط عليه في توفير مساحة للحوار وللحلول السلمية. إذن تونس البعض يعتبرها بهذا الموقف خرجت عن الإجماع العربي فيما يتعلق بسوريا. لا 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 اتفق مع هذا الطرح، لانه بالرجوع الى هذه الوقائع، يعني عندما انتأم مؤتمر ما يسمى باصدقاء سوريا، وعندما وقع طرد السفير السوري، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك سفير، كان هناك قائم بالاعمال السوري، الدول العظمى في ذلك الوقت بما فيها امريكا وبريطانيا وفرنسا واغلب الدول العربيه حافظت على علاقتها مع سوريا، مع الدوله السوريه، بقطع النظر على النظام الحاكم او بشار الأسد. تونس ليست معنية بحرب، ليست حربها حرب أهلية مدمرة، حرب قذرة تدور رحاها في سوريا ويدفع ثمنها. لكن تونس معنية في كل حالات أستاذ سمير لكن تونس في كل حالات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية وبالضغط عن من لا يمارس هذه الحقوق. يعني الحرب الدائرة في سوريا الآن باعتراف جميع الملاحظين وباعتراف حتى حركة النهضة الإسلامية في تونس ليست لها علاقة لا بحقوق الإنسان ولا بالديمقراطية، هي شعب، هي حرب مدمرة، هي حرب قتل، هي طيب. حرب يعني حرب ذبح لل
واضح جدا. والسوريين بمختلف يعني توجهات. هي ابو استاذ سمير والدينية حتى سمير ليست لها علاقة. نعم حتى نعود ولا بحقوق الانسان استاذ سمير حتى نعود موضوعنا. نعم واضح حتى نعود موضوعنا. سؤالي الان اكيد الدستور التونسي الجديد يربط مساله الدفاع والامن القومي صح التعبير والخارجية برئيس الجمهورية. اي طبيعة الان حينما يظهر انت ربما تبعت بعض المواقف حتى فيما يتعلق بالشأن السوري السيد طلال بكوش يقول كلام يخرج رئيس الجمهورية ليعدله، يقول كلام في موقف الليبي يخرج كذلك رئيس الجمهورية ليعدل، هل تتصور ان هناك تنسيقا وترابطا بين الرجلين فيما يتعلق بالموقف الخارجي؟ بالاكيد الأكيد أن هناك يعني مشكلة في التنسيق بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية، لأن السيد طيب البكوش هو حديث العهد بالمجال الدبلوماسي. نحن نتعلم جميعا تونس لها دبلوماسية عريقة معروفة، يعني هناك مدرسة دبلوماسية تونسية قائمة منذ الاستقلال، وفي 14 جانفي 2011 الشعب التونسي لم يثر ضد السياسة الخارجية التونسية وثار ضد الظلم والفقر والتهميش. السياسة الخارجية التونسية تتواصل مهما كانت الحكومات سواء النهضة أو النضال، لأنها تقوم على نصرة قضايا الحق والعدل وعلى رأسها القضية الفلسطينية. نعم. الاحتكام للشرعية الدولية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، عدم المس بسيادة الأشقاء، هذه هي مبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية التي وضع أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. نعم. والسيد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية هو أولا وبالذات معناها يواصل هذه المدرسة البورقيبية في المجال الدبلوماسي. وأعتقد أن هناك يعني سوء تصرف بالأكيد تجاه الملف الليبي وهو الملف الاستراتيجي الاول الذي يعنينا هنا في تونس، والمبدا تونس الثابت هو عدم التدخل في الشان الداخلي. طيب استاذ سمير نصرتي شق ضد سيد سمير عامل على قدم المساواة. نعم. سيد سمير لكن الان سيد سمير لكن الآن في تونس هناك أصوات تتعالى يوم بعد يوم مطالبة بتغيير السيد طيب البكوش وبأنه رجل لا يصلح في هذا المكان، ربما يصلح في مكان ثاني. أنا أسوق لك الآن يعني لقناتكم المغاربية أنه وقع تفنيد هذا الخبر، ووقع الإبقاء على السيد الطيب البكوش من مصادر رسمية رفيعة المستوى. نعم. أنه سيبقى وزيرا للخارجية، وأن أي تعديل وزاري الآن هو سابق لأوانه قبل مرور 100 يوم للحكومة وتقييم أداء كل وزارة على حدة. أكيد أن هناك توظيف يعني توظيف سياسي لا علاقة له بالأداء الشخصي للطيب البكوش. نعم. للتذكير يعني هناك يعني جهات لا تقبل بهذه الشخصية قبل حتى تشكيل الحكومة، لأن السيد الطيب البكوش وهو أمين عام حزب النداء أي الشخصية الثانية في الحزب الحاكم لم يكن يرغب في تحالف مع حركة النهضة في الحكومة. نعم. هذا أمر معلوم. نعم. والسيد الطيب البكوش كان هو مرشح النداء أو قواعد النداء لتولي منصب رئاسة الحكومة باعتبار أنه هو الحزب الأغلبي وهذا ما يقتضيه الدستور، ولكن وقع الاختيار في الأخير على شخصية مستقلة في شخص السيد محمود حسين. الجهات السياسية التي انتقدت تلك المواقف هي الآن التي تقف وراء هذه الحملة الممنهجة التي وصلت إلى حد المطالبة في الإعلام باستقالة السيد طيب شكرا. وأعتقد أن هذه الحملة ليست لها أي علاقة بالأداء أو ببعض الأخطاء في التصريحات الإعلامية وليس في التوجهات ولا في الخيارات التي نعم. قام بها السيد طيب بكوش. شكرا جزيلا لك السيد سمير عبد الله الخبير في العلاقات الدولية وسفير تونس السابق في بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أعود لك أستاذ أنور. إذا كل ما يحصل أو كل ما يتحدث عنه في تونس من أن الرجل لا يصلح لهذا الموقف هي مواقف سياسية، هي توظيف سياسي، خاصة أن الرجل ليست له الأيام التي نستطيع من خلالها أن نقوم عمله، لم يبلغ بعد 100 يوم، فربما ما وقع التقصير فيه من تصريحات أو من مواقف في الأيام الأولى يمكن تداركه فيما تبقى والحكومة مازال عنها 5 سنوات. يعني سيدي الكريم، في ظل حكومة الترويكا كانت تونس عندها سياسة واضحة،
من حيث إعلانها الانحياز إلى حقوق الشعوب حقها في التحرر ومقارعة الاستبداد. كان سحب السفير التونسي من سوريا وقتها، وعلى عكس ما قال المتحدث الكريم من تونس لم يكن هناك قطع لعلاقات بالمفهوم الدبلوماسي، والرجل هو خبير من المفروض أن ينتقي الكلمات الدقيقة. هي ليس قطع علاقات، هو سحب سفير، وهذا هناك فرق كبير جدا بين المصطلحين. فكان سحب السفير التونسي من سوريا وقتها استجابة موضوعية لواقع إقليمي، واقع متغير، هناك كان هناك حراك شعبي سوري حقيقي أفضى إلى سحب الشرعية من نظام كان يقتل شعبه ويدمره، ولا زال يعني يعقل أن تونس حينها أنه تقف ضد العالم، ضد في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي انعقد في تونس، وتذكرون وقتها موقف وزيرة الخارجية الأمريكي هيلاري كلينتون عندما أعلنت تونس صراحة رفضها لتسليح المعارضة السورية، وأعلنت تونس صراحة رفضها للتدخل الأجنبي في سوريا، ومع ذلك ما زالت بعض الأصوات التونسية تصر على القول بأن موقفنا لم يكن موقفا سليما. حقيقة هذا الكلام فيه الكثير من المغالطة والكثير من مجافاة للحقيقة. الآن إذا في 100 يوم، 100 يوم الأولى نرى ما نراه من خلال محاولة توصيف ومحاولة يعني تسويق أنه تحويل الاستثمارات الخارجية للديون الفرنسية والإيطالية وغيرها إلى استثمارات، هذه قرارات اتخذت مع في وقت رئاسة الدكتور مصطفى المرزوقي، يراد لها اليوم نحاول تسويقها على أنها إنجازات. عندما نقارن مقارنة بسيطة، ليس هناك عيب أستاذ أنور، لأنه العمل الدبلوماسي أساسا هو فيه تراكم، يعني كل واحد يعمل يا سيدي تراكم ولا شك، ولكن أن يتم التسويق على أنها إنجازات للحكومة الحالية هذا ما لا يقبل، ولكن أنا معك، هذه تراكمات وهذه تواصل ولا يمكن إلا أن تكون كذلك. لو أردنا أن نحوصل أستاذ أنور حتى نخرج من هذا الموضوع أستاذ أنور، التونسيين العالق نعم أستاذ، حتى نخرج من هذا الموضوع لننتقل لموضوع ثاني حتى نحوصل الآن في كلمات معدودة، ماذا يمكن أن نقول عن الدبلوماسية التونسية وما حققته في ال100 يوم الأولى؟ يا سيد الكريم، لابد من هناك خطوات عملية لابد من قيام بها. لا يمكن لتونس اليوم في ظل الأوضاع الحالية أن لا تسارع بإعادة السفير التونسي إلى ليبيا. لابد من إرجاع سفير وليس قنصل، سفير تونسي إلى ليبيا، هذا أولا. طيب لما تقول إلى ليبيا إلى أي جهة؟ إلى طبرق أو إلى طرابلس؟ طبعا السفير يرجع إلى طرابلس. طرابلس غير معترف بها دوليا يا أستاذ أنور، غير معترف بها دوليا طرابلس. يا سيدي القرار الدولي تغير وتطور، القرار الدولي الآن يدفع باتجاه الضغط على الحكومتين والضغط على الطرفين للتفاوض، ونحن هناك دول الآن موجودة في طرابلس، بريطانيا، إيطاليا، مالطا وغيرها. هل يعقل أنه تقريبا 15 دولة موجودة ولها سفاراتها مفتوحة، ونحن تونس الذين لدينا مصالح ممتدة وعلاقاتنا، يعني الوضع الليبي هو وضع داخلي لدينا ونواصل التجاهل هذا الوضع؟ هذا الأمر هو يا أستاذ أنور، هو حتى فيما يتعلق بالطيران لازالت تونس ترفض استقبال طيران من مطار طرابلس، فما بالك بإقامة سفارة يعني؟ وهذا وأنا في اعتقادي هذا خطأ، أنا باعتقادي هذه الأمور لابد أن يتم معالجتها وبسرعة. كذلك سيدي، لماذا إلى اليوم وبعدما أعلن سفير تونس السابق في ليبيا عن كثير من الأشياء لم يتم التحقيق في ما قاله؟ هناك كلام خطير، لابد للشعب التونسي أن يعلم حقيقة ما الذي حصل وما الذي يحصل اليوم. واضح، نحن في وضع في الملف الليبي لابد أن يتم معالجته وبسرعة. الآن لابد العمل والتقليل من التصريحات، أي تصريح، رأينا تصريحات رئيس الجمهورية حول الجزائر واتهام الجزائر، ثم رأينا تصريحه خلال زيارته إلى فرنسا، أي تصريح فيه إشكالات،
السيد وزير الخارجية، وكما ذكرنا يعني في كل الاتجاهات مشكلات مع قطر، مع تركيا، مع الاتحاد، مع ليبيا، مع الجزائر، كل البلدان، مع مالي. طيب يعني في النهاية عفوا مع اليمن، هل يعقل أننا في خلال الحرب على مالي نقوم بإجلاء مواطنين بسرعة، وخلال الحرب الأخيرة في اليمن نعجز على التواصل مع المواطنين التونسيين؟ اسمح لي ابقى معي، سنعود بعد هذا الفاصل لكن لتناول الموضوع الثاني، وهو ظهور السيد منصف مرزوقي من جديد في تونس من خلال ما سماه بحراك شعب المواطنين. أي إضافة لهذا التحرك الجديد، لهذا الحراك، أي طبيعة كذلك لهذا الحراك؟ سنحاول أن نجيب على هذه الأسئلة في الجزء الثاني بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. إذن إلى تونس، داخل تونس، اليوم السبت الرئيس السابق الدكتور محمد المنصف المرزوقي يطلق ما وعد به وما انتظره كثير حتى من التونسيين ومن الأساسة ومن الناشطين في المجتمع المدني، يطلق ما سماه بحراك شعب المواطنين. نريد أن نقف في هذا الجزء عند هذا الخبر، عند هذا الحراك الجديد. أي إضافة يمكن أن يقدمها المرزوقي من خلال عودته للمشهد الذي لا ندري هل هو مشهد سياسي أم أنه فقط مشهد مجتمعي لا أكثر ولا أقل؟ ما طبيعة حراك شعب المواطنين وأي إضافة سيقدمها في المشهد التونسي؟ أعود وأرحب بالأستاذ أنور الغربي، وهو كما ذكرنا المستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق الدكتور المرزوقي والمخصص متخصص في العلاقات الخارجية. أستاذ أنور، أعود إليك من جديد فيما يتعلق بحراك شعب المواطنين، أي إضافة يمكن أن يقدمها هذا الحراك للمشهد في تونس؟ سيدي، بلا شك تحدث الدكتور منصف المرزوقي في خطابه عن أهم عن المشهد والمخرجات وطبيعة هذا الحراك ولماذا ذهبنا إلى هذا الخيار. نحن بلا شك كانت هناك خلال الحملة الانتخابية انتظارات من الناس، لاحظنا فيما بعد أنه لم تتم الإجابة على العديد من التساؤلات وهي تساؤلات مشروعة. لاحظنا أن قطاعات كبيرة في المجتمع تقريبا غير مهيكلة، غير منظمة، غير معنية بما يجري على سواء على في الموقع الحالي، المشهد الحالي لتونس، سواء على المستوى الجمعياتي، سواء على المجتمع على المستوى السياسي. ولهذا جاء هذا الجهد الذي كما تم الإعلان عنه يتلخص في ثلاثة محاور كبرى، وهو المحور الثقافي والتربوي والمحور الجمعياتي والمجتمع المدني والمحور السياسي. هذه المحاور الكبرى التي إلى حد الآن، إلى حد علمي، لا وجود لها حقيقة في المشهد الحالي لبلادنا، والإعلان عليها والبدء في العمل على هذه. كيف غير موجودة أستاذ أنور؟ أستاذ أنور، كيف غير موجودة هذه المحاور الثلاثة؟ ما الذي تقصد بالضبط؟ ما أقصده أنه هناك ضرورة لتعميق البعد الثقافي في بلادنا، وخاصة لدى الشباب، لدى المرأة، لدى قطاعات كبيرة مهمشة في بلادنا لم تجد فرصتها ونصيبها. فهذا المجال متاح أمامها اليوم لتعمل فيه. هناك المجال الجمعياتي المتعدد، وخاصة لتنمية
الجهات لاحظنا فوارق اجتماعية رهيبة خلال زيارة الدكتور منصف المرزوقي إلى كل مناطق البلاد خلال حملته الانتخابية وحتى قبل الحملة الانتخابية خلال الفترة الرئاسية. لاحظنا التفاوت الجهوي الرهيب وغياب البناء التحتية شبه الكامل. طيب يا أستاذ أنور، البعض يقول أن كل هذا الكلام جميل جدا لكنه بقي شعارات، وأن الدكتور المرزوقي كان رئيسا ولم يتمكن من إنجاز الكثير في كل هذه المجالات التي تذكرها، كيف سينجز وهو بعيد عن السلطة الآن؟ يا سيدي، لو فقط بنظرة قليلة عن برنامج الإنجازات خلال الفترة التي أمضاها الدكتور منصف المرزوقي في الرئاسة، سندرك جميعنا وهذه منشورة على الشبكة، شبكة الانترنت وغيرها. نعم. هناك يعني إنجازات كثيرة. ولكن ما أقوله هنا بأنه ما لم يتم إنجازه في المرحلة الفارطة، وصلاحيات رئيس الجمهورية كما تدركون كما تعلمون كلكم بالدستور الذي أو بالقوانين الناظمة للعملية خلال الفترة الماضية، هو طبعا صلاحيات مقيدة ومعروفة ومحددة. ولكن بالدستور الجديد هناك صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية بلا شك. نعم. هناك صلاحيات تسمح له ربما بالتحرك، ولا يمكن المقارنة بالمطلق بين ما يمكن أن يفعله رئيس جمهورية في الوضع الحالي بالقوانين الحالية. نعم. مع ما تم إنجازه في الفترة الانتقالية الأولى. الآن ما تم الإعلان عنه وما سيتم وهو الشيء الذي سيتم تفعيله وبدأ العمل عليه هو هذه الشبكة الجمعياتية من مئات الجمعيات المنتشرة في البلاد. طيب لكن أستاذ أنور، قبل الحديث ربما عن ما سيمكن إنجازه، طبيعة هذا الحراك الساعم الأول، حراك شعب المواطنين، ذو طبيعة سياسية أم ذو طبيعة اجتماعية صح التعبير؟ يعني سيكون جزء من المجتمع المدني أم جزءا من المجتمع السياسي في تونس؟ هذا الحراك كما ذكرنا هو حراك ذو أبعاد ثلاثة، وهي أبعاد متوازية، يعني مظلتها الجامعة اسمها حراك، ولكن هناك البعد الجمعياتي المدني، هناك البعد الثقافي التربوي، وهناك البعد السياسي. طيب خلينا ناخذ أستاذ أنور البعد السياسي، كيف سيتم العمل؟ هو ليس، هل هو حزب يعني الحراك أم هو جمعية يعني؟ هو البعد السياسي بلا شك سيكون تحت المسمى السياسي. نحن لما نتحدث عن الجمعيات قلنا بأنه سيكون هناك بعد جمعياتي مدني، ولكن سيكون هناك كذلك هناك انتظارات من الناس لا يتم الإجابة عنها إلا عبر تعبيرة سياسية واضحة. ما المقصود يا أستاذ أنور؟ أنت كنت قريب جدا من الدكتور وربما لا زلت قريب ولست متواصل مع الدكتور المرزوقي ومع من أسس، ربما حتى أنت تكون ممن أسس لهذه الفكرة لهذا المشروع. هل بعد حين سنجد المرزوقي يعلن عن تأسيس حزب سياسي أم أنه سيستمر بحراك شعب المواطنين في ظل العمل المجتمعي ويترك العمل السياسي كما يقول البعض لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مثلا؟ الآن فيما يخص البعد السياسي، نحن كما ذكرنا هناك أبعاد ثلاث. المعنى البعد السياسي سيحدد خلال الفترة القادمة. واضح. هل أنه في شكل حزب بمعنى الإعلان عن حزب جديد أو هو مظلة لأحزاب موجودة؟ نعم. هذا الشكل سيتحدد لاحقا ولا يمكن البت فيه الآن. طيب أستاذ أنور، من سيحسمه؟ لو سمحت لي عذرا على المقاطعة، خليك معي سأعود إليك. أرحب الآن بضمام القيادة في الجبهة الشعبية الأستاذ عبد الناصر العويني. أستاذ عبد الناصر مرحبا بك، فيما يتعلق بملاحظاتك عن هذا الذي أطلقه الدكتور المرزوقي ما سماه بحراك شعب المواطنين، بتقديرك أي إضافة يمكن أن يقدمها هذا الحراك للمشهد التونسي عموما؟ يعني ما هو أي كانت الصيغة التي قدم فيها المشروع وأيا كان العنوان والاسم، نعم،
الأكيد أنه المطلوب الآن هو تأسيس الساحة السياسية الديمقراطية الجديدة في تونس بفاعلين جدد قادرين على خلق المنافسة سواء داخل المعارضة أو بين المعارضة والسلطة الجديدة. نعم. تبقى تفاصيل ما هو داخلي، هذه أمور للنقاش طبعا، لأنه مثلا الآن أصبحت مسألة شأن عام بعد هذا الإعلام رسميا على هذا التوجه. نعم. ويبقى الرأي العام يعني هو مرجع النظر في تحديد مدى جدوى من مثل هذا الإعلان ومثل هذه الصيغة السياسية المحدثة والتي لم تشهدها الساحة السياسية سابقا. هي بالمقصود بذلك، هل أن الرجل بحكم علاقاته وبحكم ربما ما حققه من نسب تعتبر مرتفعة في الانتخابات الماضية وإن خسرها، هل سيكون له فعلا تأثير؟ هل سيجلب الكثير من التونسيين؟ يعني قصدي ما تأثير وجوده مثلا على باقي الأحزاب الأخرى التي توصف في تونس بالأحزاب الصغيرة مثلا؟ يعني هو الأكيد أنه لا 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 يعني مشروع السيد مصطفى مرزوقي يعني يتموقع في جهة معينة بعينها، في الجهة التي كانت حول ترويكا الحاكمة سابقا يعني قبل الانتخابات الأخيرة، يعني الاستقطاب والتعب التي يستهدفها حراك شعب المواطنين أو هذا التنظيم الجديد أو هذا المشروع الجديد، الأكيد أن ستمتح يعني ستستقطب من داخل جمهور الذي كان حول ترويكا وحول مشروع ترويكا ورؤية ترويكا السابقة بما فيها حركة النهضة حول مسألة الحكم وحول الديمقراطية وحول مسألة الحريات. فيما عدا ذلك يعني الأحزاب الصغيرة يعني ستكون يعني جدية المشروع وفاعليته وقدرته على التموقع وقدرته على الاقتراح وقدرته على التنظيم خاصة هي الرافعة التي ستبين مدى قرب بعض الأحزاب الصغيرة من هذا المشروع من عدمه. نعم. طيب الدكتور المرزوقي في كثير من مواقفه حتى السياسية والحقوقية هو ربما قريب حتى من الجبهة، ورأيناه حتى في الانتخابات الماضية كان يقول أنه احتمالا هناك أحزابا منضوية وشخصيات منضوية تحت الجبهة ربما تدعمه لأنهم كانوا رفقاء في النضال ضد الدكتاتورية. هل يمكن لو وقع التعديل قليلا في الحراك وفي موقف كذلك الجبهة الشعبية أن نجد يوما ما الجبهة والحراك معا في صف واحد يشكلان معارضة فعلا قوية وفاعلة، لأن تونس تحتاج إلى هذه المعارضة القوية والفاعلة اليوم؟ نظريا ليس هناك شيء غير ممكن في السياسة، بقي أنه هذا مشروط أولا بتحديد هوية هذا المنتج السياسي الجديد، هويته من ناحية الشكل يعني هل هو جبهة هل هو حزب، وهويته أيضا من ناحية البرنامج ومن ناحية التموقع، لأنه يعني استمعنا إلى السيد مصطفى مرزوقي في خطابه يعني إلى نقد ذاتي فيه جرعة كبيرة من الجرأة. نعم. لكن دون تحديد أسماء، دون تحديد المسؤوليات، يعني حينما يتحدث عن عزه على مقاومة الفساد وحين يتحدث عن يعني حتمية استقالته المفترضة يعني سابقا وخطئه في عدم الاستقالة وكل هذه الأشياء، يعني يجب أن تترجم داخل البرنامج، يجب أن تترجم داخل التوجه، يعني هذا النقد الذاتي لا يجب أن يكون يعني شكل من أشكال التخلص من أخطاء الماضي فقط، بل يجب أن يكون أن يؤسس لمنهجية عمل سياسي جديدة يمكن أن تجعل من الأطراف أخرى تطرح إمكانية الالتقاء والتقاطع مع هذا مع هذه الظاهرة الجديدة، هذا واحد. نعم. من ناحية ثانية يعني الخوف، كل الخوف، وهذا يعني موجود في الأقطار العربية بحكم عدم التدرب على الديمقراطية والاختلاف. نعم. الخوف، كل الخوف هو أن يكون هذا الحراك هو حراك حول الشخص السيد محمد مصطفى مرزوقي وليس حراك من أجل مشروع جديد أو من أجل رؤية جديدة أو من أجل مشروع جديد أو تصور جديد للديمقراطية التونسية في جميع المستويات
سواء منها سياسي او طيب يا استاذ عبد الناصر، استاذ عبد الناصر، يعني في تونس ليس المرزوقي هو اول ربما من ابتدع هذا الامر، يعني حزب نداء تونس تشكل حول قطب واحد وهو السيد البجي قايد السبسي في النهايه، وتمكن من ان يفوز في الانتخابات الماضيه بكل شيء بالتشريعيه والرئاسيه. البعض يقول ليس المشكل في أن يكون السيد المرزوقي هو الذي يدير فعليا هذا، المهم في مواقف هذا الرجل وما سينعكس على الساحة السياسية. لا أعرف من يدير ويتزعم ويقود، هذه مسألة مشروعة، لكن أن يصنع الحزب مثل ما صنع نداء تونس والآن يعيش مآزق نداء تونس حول، لأنه صنع حول شخص السيد بجي قايد السبسي، أن يصنع الحزب ويبنى حول شخص معين وليس حول برنامج ومنهج، فهذه مشكلة. يعني نحن نعاني اليوم مشكلة كبيرة، هي مشكلة التداول حتى داخل الأحزاب المعارضة وداخل السلطة وداخل بكل الأطياف. نعم. هناك أمناء عمون عندهم أكثر من بن علي، هم أمناء عمون لأحزابهم ورؤساء لأحزابهم وزعماء لأحزابهم. صحيح. يعني ثم أزمة تاع ثقافة ديمقراطية وثقافة التداول على المناصب وعلى المسؤوليات، هذه المشكلة. يعني نحن نريد أن تصنع وأن تخلق سواء في اليمين أو في اليسار أحزاب وهيئات سياسية قادرة على تكريس الثقافة الديمقراطية في أبسط تفاصيلها، وخاصة في التداول عن المسؤوليات وفي التداول على الزعامة وعلى القيادة وعلى الريادة، وأن تكون الزعامة والريادة والقيادة على أساس الكفاءة والجدارة لا على أساس المشروعيات التاريخية القديمة. طيب في نهاية الأمر يبقى وجود إضافة إيجابية أم أن المشهد في حد ذاته في تونس يقول البعض السياسي مرتبك كثيرا ولا يحتاج زيادة في الارتباك، البعض يقول ربما هذا الحراك سيزيد ارتباكا حتى على المشهد السياسي في تونس وأن حتى التوقيت متاعه ليس مناسبا؟ لا، أنا لا أعتقد أنه وجوده سيكون له تأثير سلبي. أنا أعتقد أنه إذا كان يعني هذا المكون السياسي الجديد إذا كان التزم بشروط التنافس الديمقراطي والتزم ب يعني بال بال بالدستور وبالقوانين وكان مكرسا للصراع السلمي حول السلطه وحول المسؤوليات السياسيه، فانه الاكيد والمؤكد انه سيكون ايجابي. يعني نحن واضح بمعنى اخر الساحه السياسيه في واضح استاذ عبد الناصر، بمعنى اخر البعض المتحمس لحراك شعب المواطنين يقول انه هو الذي سيحافظ على روح الثورة ويكون موازيا أو ضدا للثورة المضادة التي تريد النكوص عن كل إنجازات الثورة التونسية. طبعا هذه وعود، يعني نحن نتمنى أن يكون كذلك ونتمنى أن تكون كل الأحزاب السياسية الموجودة في تونس يعني تحافظ على روح الثورة، يعني وتكون يعني المسافة بينها وبين أهداف الثورة قصيرة جدا. الخطاب الذي تحدث به سيد المرزوقي ينم على روح ثورية، يعني ما تخالف شبكة الحقل. يعني نحن يعني الشعب التونسي طيب. وجمهور الجمهور التونسي الذي يواكب الأحداث السياسية مل من هذه الوعود ومن هذه الالتزامات التي بمجرد أن تصل الأطراف إلى السلطة تتنكر لها وتصبح تتحدث على رهانات أخرى وعلى احتياجات طيب. أخرى. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الناصر العوينية القيادي في الجبهة الشعبية، شكرا لك على هذه المشاركة. أستاذ أنور أعود إليك، هل الظروف الحالية في تونس، الواقع السياسي والواقع الاقتصادي في تونس الآن يسمح بنجاح هذا الحراك الجديد؟ ألم يكن من الأفضل كما يقول البعض التريث قليلا حتى أن تهدأ الأوضاع وتستقر قليلا خاصة على الوضع الأمني والاقتصادي في تونس؟ نعم سيدي، نحن يعني لامنا البعض على أننا انتظرنا طويلا وأنه تأخر الإعلان عن الحراك، هكذا قيل لنا أكثر من مرة، والآن عندما يتم الإعلان عليه بعد 4 أشهر كان المفروض أن يتم الإعلان يوم 20 مارس بمناسبة ذكرى استقلال، ولكن كما تعلمون الحادثة التي جدت في متحف باردو جعلتنا نؤجل الإعلان على المؤتمر التحضيري إلى 25 بالشهر. فمسألة الإعلان عليه يعني تمت بعد تحضيرات وخاصة مشاورات في الجهات. نحن أمضينا أكثر من 4 أشهر يعني نستمع إلى الناس في الجهات، هذه لأول مرة يتم بلورة مشروع
عبر المساهمة والمشاركة والإنتاج مباشرة من الناس في الجهات. يعني حراك شعب المواطنين أستاذ أنور، حراك شعب المواطنين ليس مشروعا فوقيا يعني. لا، لم يصنع الفكرة. الفكرة تم الإعلان عليها من طرف الدكتور منصف المرزوقي يوم الإعلان عن في خطاب الاعتراف بالنتائج والإعلان عن عدم الطعن في نتائج الانتخابات، ولكن تنزيل المشروع وشكله، أؤكد لكم ولمشاهديكم الكرام بأنه هذا تم عبر المشاورات وعبر النقاشات والمساهمات في جهات البلاد المختلفة، هي التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة. والدليل أنه حتى فكرة الشكل السياسي، هل أنه حزب أم يعني مظلة لأحزاب أو سيكون حزب مع مجموعة أحزاب، لم يتم الحسم فيه بعد، لأنه ما زال هناك نقاش وآراء واجتهادات في هذا. وبالتالي المسألة ليست مسألة شخص يقرر ويعلن، وإن كان هذا الشخص اسمه الدكتور منصف المرزوقي، وهو من أكبر كما تعلمون، تم تصنيفه من طرف مجلة أمريكية مرموقة كأهم ثاني شخصية مؤثرة ومن أهم الشخصيات التي لها دور كبير في الاستقرار وفي الإنتاج الفكري، ولكن مع ذلك هو يضع هذه الأفكار وهذه التصورات على يعني على الساحة للناس عامة، ليكون هناك تفكير جماعي وتكون هناك طروحات يتم فيما بعد غربلتها والنظر فيها والوصول إلى مخرجات التي تم الإعلان عليها. الآن البعد الاقتصادي في الموضوع، تحدثت، سؤالك رائع، أحسنت، هل أنه هناك انتظارات من مسألة في ظل الوضع الاقتصادي الهش؟ نحن تحدثنا في الجزء الأول عن الدبلوماسية ودورها في هذا. البعد الجمعياتي في الموضوع لن يحل محل الدولة، هو لن يبني بنية تحتية، هو سيساهم بجزء في التنمية، وهذا مهم كما تعلمون. هناك تجارب كبيرة، هناك تجارب أمريكا اللاتينية، هناك تجارب في إفريقيا، في آسيا، في عديد البلدان، أن المجتمع المدني يساهم، حتى في أوروبا نفسها في دول الاسكندنافية، في سويسرا، العديد من البلدان لها تجارب وراقية، والدكتور منصف المرزوقي استفاد منها، هناك تجارب مقارنة. وأنا يمكنني الأعلن للفضائية المغاربية اليوم بأنه يتم العمل الآن على تأسيس مؤسسة منصف مرزوقي للتنمية والديمقراطية، وهي ستكون مؤسسة سويسرية وبمعايير الدولية تساهم في هذا الجهد وتدعمه، وبطبيعة الحال ستكون هي رافعة وستكون من الممولين لجزء من هذا العمل. طيب أستاذ أنور خلنا نقف، مؤسسة المرزوقي هذه اللي ذكرتها ستكون ذات طبيعة اقتصادية يعني؟ جزء منها سيكون ذات طبيعة تنموية، هي مؤسسة المرزوقي للتنمية والديمقراطية، وبالتالي البعد التنموي هو البعد الرئيسي والمحوري والأساسي فيها. واضح جدا. طيب متى سترى النور هذه المؤسسة؟ نعمل الآن على تأسيسها، وهناك شخصيات دولية، رؤساء دول سابقين، مسؤولين حاليين مستوى أول في العالم، هم من مجلس الأمناء ومن الذين سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ أنور الغربي، المستشار السابق للرئيس السابق الدكتور محمد منصف مرزوقي، حدثنا من جنيف. وبهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الجزء المتعلق بالحوار حول نقطتين. الأول كان حول مواقف السيد الطيب البكوش الدبلوماسية وتأثيرها على تونس، الجزء الثاني حول حراك شعب المواطنين وأي إضافة يقدمها للمشهد التونسي. سنذهب الآن إلى فاصل قصير كالعادة، ثم نعود لفتح الخطوط، خطوط التواصل معكم عبر الهاتف وعبر خدمة سكايب، فلا تذهبوا بعيداً.